زبائن الكرام، اليوم نحكي لكم عن التشوبر لو محضرة الطعام من شركة المودكس البريطاني موديل CH200 اللي تجي وياها غرامة 3 سنوات. حبايبنا الجهاز يجي بهذا الشكل وتجي بها لونين، لون الأسود والأبيض، وتجي وياها هذا الملحقين. هذا الشفرة مالتها ستانلس ستيل 304، وتجي وياها الملحق الآخر هذا لتقشير الثوم. الجهاز 300 واط وبها درجتين، الدرجة البطيئة والدرجة السريعة. وهسا نشوفكم طريقة الاستخدام. هسا اشوفكم طريقة تقشير الثوم.